رجعنا لكم في الفقره الثالثه من برنامجنا النهارده، وهي فقره جديده جدا في البرنامج بتاعنا. احنا تحمسنا للفقره دي لان الفقره دي اللي هيقدموها هم جيل المستقبل وهيتكلموا عن امل المستقبل. تعالوا نعرف ايه بقى قصه جيل المستقبل وامل المستقبل، وهم عاملين حمله اسمها ساعديني اسمعك. طب ما تخليهم هم اللي يتكلموا على الحمله دي ونسمع قصتهم ايه. خلينا نرحب بالاول بضيف ضيفكم الاستاذ سامع احمد محمد فؤاد. استاذ سامع، صباح الفل عليكي. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ اه. تقاليم صح؟ اه. طب ما ضيفتك عايزه تعرف نفسها. ايه؟ نروح لضيفتك ولا ايه؟ اه. الاستاذه ندى. ايوه. والله العظيم لخبطتوني، يا انتم من الاول عم لخبطيني. معلش. الاستاذه ندى عاطف محمد محمود، طالبه في احدى كليات الجامعات الخاصه، كليه اعلام صح؟ ايوه. يعني انت ندى؟ ايوه. طيب سامع. استاذه سامع احمد محمد فؤاد. ايوه. برضو انت معايا في نفس الكليه؟ اه. صح كده؟ الحمد لله، والله المدينه منوره. بالمناسبه انا لما قلت ان الفقره دي احنا تحمسنا ان نتكلم على جيل المستقبل، لان هو الشباب ده هو الجيل بتاع المستقبل. وكمان هم هيتكلموا على امل المستقبل، هيتكلموا على حاجه تخص الاطفال من اول يوم بيتولدوا فيه، وهم متابعين حمله اسمها ساعديه اسمعك. استاذه ندى، ايه بقى قصه حمله ساعديه اسمعك؟ هي قصه الحمله بدات بقى من اول لما كنا في الجامعه، من اول يعني بدايه مشروع التخرج وكده. سنه كام الاول؟ احنا في سنه رابعه دلوقتي، فبنعمل بقى مشروع التخرج بتاعنا. بدا يعني من اول ما بدانا بقى واحده واحده كده، يعني التفاصيل يعني بتاعت الفكره وكده. الفكره كلها ان احنا عايزين بنوعي يعني الكشف المبكر اللي ليه علاقه بحديث الولاده اللي عندهم ضعف السمع. عايزين ندي فكره للامهات عن الموضوع ده من خلال بقى الاعلام وكده، عشان نقدر نوصل فكرتنا، لان هو بيغير سلوكيات البشر عامه والناس عامه. عشان كده عايزين نوصل فكرتنا من خلال حمله ساعديه اسمعك. يعني الهدف بتاع حمله ساعديه اسمعك ان احنا نعمل توعيه للناس بالظبط، خاصه للامهات او الاهالي عامه، عن فكره الكشف المبكر لضعف السمع. تمام. استاذه سامع، ازاي نحقق بقى الهدف بتاع الحمله؟ طيب احنا مبدئيا انتوا تغير اسمك، يبقى ندى وهي تبقى اسمها ساعديه. انا ما اتلخبطش. شايفه كده برضه. دي اول مبدئيا في اهداف الحمله. هي بدات كده اصلا. اتفضلي يا استاذه سامع. طيب احنا بدانا بان احنا عملنا دراسات تمام. مع الفئه المستهدفه بتاعتنا عشان نعرف ايه اهميه الموضوع ده. تمام. وبعد كده طلعنا ان احنا في 16% من الاطفال في مصر بيعانوا من ضعف السمع. 16% من الاطفال ضعف السمع؟ اه في مصر. دي نسبه كبيره جدا. أوه. تمام. فعشان كده حبينا ان احنا نعمل حمله توعيه، ان احنا نبقى بنوعي الامهات باهميه الكشف المبكر لضعف السمع. دي هدف الحمله الاساسي. طيب. في بقى اهداف فرعيه، زي ان احنا عايزين نعرف الامهات ايه العلامات المبكره اللي ممكن يشوفوها او يلاحظوها وهم قاعدين عادي في البيت لضعف يعني السمع. يعني انت عايزه تقولي لكل اب وكل ام او كل فرد بقى، خلي بالك هو يخص جميع افراد الاسره، او بالنسبه للناس في المدارس. يعني ما هو انتوا الاول الحمله دي من سن كام لسن كام؟ يعني انتوا احنا بنهدف الامهات من سن 20 سنه لحد 33 سنه. ده بالنسبه يعني احنا بالنسبه للاطفال من اول يوم لحد كام؟ الاطفال احنا عايزين من حديث الولاده ان هم يتعمل لهم كشف مبكر من اول ما يتولدوا. يعني الاطفال احنا بنتارجت ان هم يبقوا من اول ما يتولدوا. بس هو ممكن طفل يعني يبتدي الاب والام ياخد بالهم ان طفلهم سمعه ضعيف بعد السنه الاولانيه. ايوه، ما هي كل مرحله بيبقى ليها يعني خطوه يعملوها. تمام. كل مرحله ليها خطوه يعملوها. طب نعرف من الاستاذه ندى الخطوات ايه؟ مبدئيا هو في الاول اصلا بيبقى فيه الاختبار المسح السمعي، بيتعمل في المستشفيات. اختبار مسح سمعي. مسح سمعي ده اول حاجه بتتعمل اصلا في المستشفيات عامه، عشان يعرفوا في موجات صوتيه ولا لا، بيتاكدوا بس ان ودن الطفل سليمه. معلش سؤال، يعني هو امتى الجا لهذا الاختبار؟ لا هو ده لازم يتعمل، يعني ده كل طفل بيتولد لازم يتعمل له. ايوه طبعا. طب وده بيحصل في مصر؟ بيحصل في حاجات في حتت في حتت. طب ما تيجي نقول ان ده يبقى الهدف الاساسي من اهداف الحمله. هو كده كده هو كشف مبكر. احنا كده كده عايزين كشف يعني احنا يعني بالظبط كده، زي ما الام بتاخد الطفل الصغير حديث الولاده بتروح تعمل له التطعيم، تروح تعمل له تاني كده الكشف اسمه ايه؟ مسح سمعي. تروح تعمل له المسح السمعي. لو بقى اكتشفوا ان هو مفيش موجات صوتيه او ان في ضعف، بيتعمل بعد 3 اسابيع اختبار تاني. يفضل بقى في اختبارات تانية بتتعمل، في كذا اختبار اصلا بيتعمل
عشان نعرف هل في ضعف سمع ولا لا. فلو اكتشفوا مثلا بعد 3 أسابيع ان في مشكله بنستنى. لو برضو لسه ما فيش نتيجه وما فيش يعني ما فيش اي استقبال لاي حاجه بنستنى بعدها ب3 شهور ونعمل اختبارات تانية لحد بقى ما يوصلوا هل فعلا الطفل عنده ضعف سمع ولا لا. فساعتها بقى بنشوف هل مثلا ينفع يتعالج بادويه ولا ان هو هنركب له سماعه ولا هنضطر ان احنا نزرع قوقعه لو في مشكله كبيره. طيب استاذه سبا معلش يعني. معلش عشان انا هرجع لك تاني بمناسبه في الاختلاف دي. طب هو النهارده ينفع انا اروح اعمل المسح السمعي ويطلع ان الطفل كويس وبعد فتره الطفل يحصل عنده ضعف في السمع؟ اه. طب ما هو يبقى المفروض ان انا بعمل المفروض بصفه منتظمه. بيفضلوا يتابعوا يعني كده كده. لو في الاول لقوا ان في مشكله بيتابع، ولو برده ما فيش مشكله بيفضلوا يتابعوا الفتره لحد ما يتاكدوا ان الطفل سليم وما عندوش اي حاجه. الفترة زي ما ندى قالت ان هي بتبقى كل 3 أسابيع وبعد كده كل 3 شهور وبعدين خلاص بقى يعني اول ما يتأكدوا ان مفيش اي مشكلة. بتأكد عن سن كام؟ لحد يعني لحد 9 شهور لسنة لو خلاص الامور ماشية كويس خلاص. بس انا معلش انا ممكن اكون مختلف معاكم، لان انا هو بعد 9 شهور لسنة المفروض ان انا اكمل اجي كل سنة اعمل الاختبار ده. هي بيكون في اسباب تانية زي ان احنا جالنا حالة على السوشيال ميديا بتقول ان هي اكتشفت الموضوع ده في سن 8 سنين بسبب ان السخونية ما كانتش بتتعالج كويس. فبيكون في اسباب تانية هي اللي ممكن نكتشفها متأخر. تمام. وقتها بقى اول لما الام بتلاحظ اي علامات على الطفل لازم على طول تلجأ لدكتور اطفال. انت ايه اللي خلاكوا تروحوا للبحث ده اصلا؟ اصل ده الموضوع يعني موضوع جديد. يعني ايه اللي خلاكوا تفكروا في الموضوع ده بالذات؟ علشان نسبه الاطفال في مصر لقيناها كبيره جدا، ولقينا بعد الدراسات اللي عملناها ان مش كل يعني مش كل الامهات ومش كل الاهالي بيبقى عندها وعي كافي ان لازم يعملوا كشف مبكر. اه وانت حضرتك قلت في الاول نسبه عاليه 12% دي 16% نسبه عاليه برضه. تمام. طب الحمله دي في حد مشرف عليكم فيها يعني؟ مشرف يعني الجامعه معانا كده كده وكده معانا دكاتره يعني. تخاطب ودكاتره سمعيات ودكاتره اطفال ودكاتره انف واذن. احنا كل معلوماتنا بنجيبها منهم هم. ولحد دلوقتي لما بيجي لنا حالات احنا بنوجههم على طول للدكاتره اللي بيسالونا عليهم. تمام. طب استاذه ندى، هو مع الاسف الوقت خلص، ولكن عايز اسالك سؤال في الاخر. طب ايه احنا كاعلام المطلوب مننا الفتره اللي جايه علشان الحمله بتاعتكم دي تنجح وتقضي الغرض منها؟ المفروض يبقى في توعيه عامه للامهات على موضوع الكشف المبكر ده، وان هم يبقوا عارفين ازاي يعملوه وفين، ويبقى في اماكن كتير موجوده، لان في فئات كتير من البشر يعني من الناس وبالذات الاهالي مش عارفين عن الموضوع ده، لان الموضوع لسه جديد ومش معروف زي يعني مش معروف قوي. تمام. قبل ما شكرا استاذه، ما تحب تقولي حاجه قبل ما نقفل؟ احب اقول ان الامهات لازم تبقى واخده بالها من الاطفال، وان هم يركزوا لو الطفل ظهر عليه اي علامه او اي حاجه لضعف السمع ان هم يلجأوا على طول للدكاتره، ولازم يركزوا في حوار الكشف المبكر. انا كنت بسمعك كويس ومركز معاك كويس جدا، وده برضه من ضمن الهام الحفله. لو تفتكر انا قلت الفقره دي احنا بنتكلم مع جيل المستقبل وام المستقبل، جيل المستقبل تناول حاجه تخص ام المستقبل. خليني في نهايه فقرتنا النهارده اشكر الاستاذه ندى، انا قلته صح كده؟ ندى عاطفه محمود، الاستاذه سما احمد محمد فؤاد. بشكركم جدا. النهارده البرنامج بتاعنا كان برنامج شكل جديد مختلف، خاصه الفقره الثالثه، ولكن انا وعدتكم ان احنا هنحاول في كل حلقه ان احنا نعمل حاجه جديده بحيث ان احنا البرنامج بتاعنا دايما متجدد. احنا خلي بالكم ميعادنا ان شاء الله الجمعه الجايه، بس ايه قبل ساعه من دلوقتي واحده حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. السلام عليكم.